مرحبا خوتي، لام خوتي، سلام بنات، كراكم دايرين؟ لاباس غايه الحمد لله. كما راكم تشوفوا انا من مجده راسي اليوم، ما جيتكمش من الكوزينه، ما جيتش من الصالون، جيت ديريكتومون من لاشامبر اللي لبست فيها صوالحي. كما راكم تشوفوا راني رايحه اليوم، دوك راني رايحه للمغازن. جو بروفيت ولدي راه هنا باش يديني معاه باللوطو، حطني في المغازن باسكو جو بوزوا. ايماجين علاش راني خارجه على جال الملح، الملح راه مخرجني والحر راه صاهد عندنا. كيما كتشوفوني دايره الغيدو باسكو فريمون راه صات صات صات. هاكا انا مين نكمل صوالحي نضلل كل شيء باش ما يجينيش الحمام بزاف، الدار تبرد. المهم خواتاتي انا نوجد روحي، وجدت هنايا الماء لولدي لي الشيبس باسكو ما كلا والو، هو عزيز عليه الشيبس. المهم راكم معايا. المهم خواتاتي كيما راكم تشوفوا غادي ندخل للمغازا. الصهد راه مزيه حطني ولدي، زعما كون الي روتور ما نقدش والله نصهد. الحمد لله درك غندخل نزيد تبرد هنا في هذا المغازا، ومن بعد ان شاء الله نروح لدويرتي باسكو الحمان راه بزاف. وغزمه ولدي ما راهش معايا. المهم انا ندخل نضرب دوراكم معايا. انا جيت وشريت لي كتاب ربي عندكم ولدي، فرح 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 بلي جو اللي جبت له معايا. قال لكم جي مون باطو. شريت له هذا هذا غوزوار، فراغ غوزوار. اي سي كوا سا؟ وي سو اي غوزوار اي لو باطو. هكا قلت ان شاء الله ميريح باش نديه البحر ان شاء الله، ويا او موي صيب باش هيلعب بهاد الصويرحات. كما كنت تشوفوا شريت هادو، شريت الملح كان خاصني كما قلت لكم للدار، شريت شعر حاجه للدار. المهم دوك غادي نروح ندير الكسكس. قلبت الكاميرا منا باسكو كان الشع و جو كرو ما تشوفوش بيان. هكاك قلت لكم راه عندنا سميشه 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 ما شاء الله. كما قال لكم علاش نخرجوا نخمو دروك. والله العظيم كنا تعرفوا من نخرجوا نخمو تخمي البرد والنو داك الحاله. دروك الحمد لله يا ربي رانا نخرجوا فرحانين مالغي السميشه هنا تجي حاره، بس الحمد لله يا ربي. اختي حنا مشتاقين الفيتامين دي فكتر تشربوه. ايوا الحمد لله. سي اختي هنا اصحاب النور اللي عايشين هنا كاع يعرفوا بلي هنا الشمس قليله، ابار الصيف الحق نشبعوا. تجي تطلع دي فوا لا طومبيراتور حتى 15 دوغري، 15 استغفر الله حتى 35 دوغري. لاني اللي فاتت راني عاقله طلعت حتى 40 دوغري واحد لو جوغ، مي فريمون صاد كان هنا. شوفوا الصيف من يجي يجي حار، يجي زعما قولوا واحد الشهر فيه واحد السيمانه حاره فريمون، تحسي الشمس راهي فوق راسك هكذا. ايوا الحمد لله كما قال لك حنا تاني عبد ضعيف اللي جانا ما قدينا له، رجع ربي قوينا وخلاص هذا ما نقولو. المهم راكم غاية لاباس، توحشت هكا الهضرة معاكم والدردشة. هاد ليامات تفنين تفنين، مانيش كاع ندير لي فيديو ابار من نجي ندير هكا ماسك على جال شعري ولا وجهي ولا لي نبارطاجيه مع خواتاتي. مي لا بليبار مومون مانيش قاعد نفيلمي باسكو والله كان شتو ولدي مرض لي بهذاك البوشوكا. فريمون سي لا سوفرونس. لي مامو لي عندهم ولادهم عاد صغار وما جاهمش هذا، نقول لهم وجدوا ريسانكم. شاو لا كبروا قلوبكم مع الولاد باسكو انا ثاني دي فوا نتعصب، نعاود نقول مسكين هو مضرار ونزيد نتعصب. لا اللي قدري له الخاطر الا هذه هي وقت تحسي بيه بلي هو تاني مسكين، من يكون هكا يبكي ولا سي نورمال، عارفه بلي مسكين راه يبكي فيه راه مضران. بس راه تعكزو ديروا له غلبه، كاين اللي تقول لك نو بوشوكا ما لقش ديري له الدوش ويخماج، نو هنا يقول لك ديري له الدوش، يعطيك كان جيل تاع الفارماسي تروحي تشريه تغسلي له بيه، ميم تغسلي له حتى شعره بيه، ما ديري له الشامبوان باسكو باش ايفيتي له كاع لي برودوي شيميك، يخافوا من الانفكسيون وخافوا لي الانفكسيون. بقى دقيقه قلت لكم يخافوا من الانفكسيون سي بور سا يبغوا دائما تدوشي له هكا تنشفي له الحماه، ماشي تمسحي له هكا بالسربيته ولا طيبي له الحماه هكا. كلي انا ولدي شندير نلبس له سورتي دبا مشويه قد ما ينشف نقلعه له، ما نتوشيش كاع فيه ولا نقعد نحك له هكا في الكور ولا. ولا كمعلومه اللي عاد ما يعرفوش الجلدوش ما ديريش كاع الحبل، ديري في يدك رغوي له شعره مليح ورغوي له الكور تاعه بشويه بشويه بيدك
ومن بعد عاد شلي له الحبل كاع ما يجيش فوقه، سينو ينجرح له مسكين ومن بعد يقعدوا له لي سيكاتريس سا ماشي با. المهم كما قلت لكم ديري لها الكور دو فوا بار جور، معليش البان نورمال. المهم مع داك الجل وخليه ينشف مليح الكور تاعك، ومن بعد ما ديرلهش دوا روج باسكو قلت لكم قالوا لي انتيردي هكا اون كاو الله يستر يخماج له الحب ولا او ما تبان انفيكسيون فهمتوا، تعاودي داوها له ما يقعدش يخماج مسكين وما تشوفيهاش بالدوا روج ما يبانش، ما تنجميش تروماركي ميم هذاك الحب يبس ما يخرجش القيح يقعد له مرض الداخل. فوالا نطلبوا الشفاء لوليداتنا وليدات عباد الله اجمعين. اي خواتاتي انا نتفكر يا حسراه يا الجمعه، والله العظيم كل جمعه سبحان الله نتفكرها نقول شو في البلاد كنا نعقل، مي كنت في دارنا نحكي لكم على دارنا كنا الجمعه نديرو طعيمه با انا يموت على الطعام، عمره هو الطعام بقى الجمعه ما يعطيش اول حاجه بالسيف عليها دينا طعيمه حاجه مسكينه. راح نقول لكم شوفوا ما كانش لي يبغي ما يبغيش ماكله تما، ماشي ماني نشكر لكم فيها وهما اللي يعرفوها كاع نتمنى كاع يكتبوا لي في الكومنتار اللي يعرفوها اسكو طيابها حلو فريمون 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 يدمو حلوه ما شاء الله طيب غايه سورتو الطعام تاعها كاع نبغوه. انا من نجي هنا عندي نوضها بالسيف نقولها ديري لي غير زيب كيس هاك باش تجيني ديك البنه تاع يديك حلوه ما بغيتش نتعبها دير كاع الطعام، مي دي فوا نوضها غير دير لي زيب كيس في المغرف ونقولها نحس اون ديغي انتي درتيه كاع تجي الكو هذاك تاع ما عباليش مرقتها سبحان الله سبيسيال ما. ايوا جا ربي يبارك لي في عمرهم ويخليهم لينا ان شاء الله، والله لا يشوق حتى واحد في والديه باسكو الغربه واو قاصحه تحسي بقيمتهم والوحش تاعهم غير ما تتغربي والله العظيم تكوني حداهم تجيك عاديه زعما شاك ماما تروحي تشوفيهم طي 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 بالغربه تبين تاع الصح الحمد لله على كل حال. المهم انا نلم الروينه تاعي ونولي لكم كل خواتاتي نمد ديك الروينه وداك الجلاخ والخضره داك شنو غندير غادي نقطع البصله نوجدها. المهم نولوا الموضوع تاعنا قلت لكم انا في دارنا الجمعه ناكلوا طعيمه قلت لكم يد ميمتي والحشيه مور الجمعه الحاجه اختي يبغي يدير سياسه حرزو يقول لك سياس بعد عاد نخرج كان يدير لا سياس هذيك هي حنا نوجدوك شي حاجه انا معولين نخرجوا للبلاصه اكزومبل نروحوا للبحر ولا نروحوا للغابه ولا توجور نوجدوا صويلحات هكا ولا كان غابه توجدي سي نورمال الباني تاعك تاع لاتاي ولا قهوه والقاطو ولا المهم تدي معاك كاش بيستاش كاش كاجو كاش قرع تاع المباردي راكم عارفين الصيف والحمام. ايوا ولا كان حاجه تاع بحر يا اختي نوجدوا الماكله في القوابس هاي جو جيعانين والله العظيم كنا فوتينها غايه ما شاء الله يا ريت هذيك الايام تولي الايام كتولي برا ولي مليحه خاطرش كاين بزاف صوالح كاين صوالح بزاف لي ما باليش انا كاين توت فاصون كاع الناس جو كخوا عندها هذه من تصفي شافات وشمافات كاين شي صوالح وعرفتيهم يفوتوا هكا ما ديريهمش هذه الاولى وكاين شي صوالح ثاني فاتوا شابين وكاين ناس ماتوا وكاين ناس نتمنوا كانت تولي ليا مره نشبعوهم والله اللي ما كنا نشوفوهم ولا نشوفوهم نقعدوا معاهم بزاف هاد الدنيا واعره والسلام هذا ما نقول الله يخرجنا منها على خير وصافي صح الصغر مهما كان حلو باسكو لو فات كل واحد يكبر تكبر مسؤوليته يكبر همه سورتو 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 يا لالا ويا مولاتي روحي نقول لك قبل ما تسني سورتو مور الزواج الزواج صعيب 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 مسؤوليه فريمون واعره صاي تولي تخمي في دارك في ولادك في الراجل في متوليش حره نفسك فهمتو راه كل حاجه تجبد منك وصاي تجي تشري حاجه تفكري ولادك تجي ديري اي خطوه تجي تخطيها كيما نقولوا تحسبي لها 100 حساب هذه هي هذا هو الزواج ايوا الحمد لله هذه سنه الحياه كيما تعبوا والدينا حنا ثاني نتمشوا في داك التعب وان شاء الله كيما قال لك نطلبوا ربي العقايب تكون مليحه هذا ما ندعو الله الكبر ان شاء الله نريحوا فيه الصغر بالك تعب مي كيما قال لك الصغر يفوت باسكو الانسان بجهده ويقد يفوت ويقد يستحمل المصاعب ويقد يستحمل الخلايا بصح الكبر تتمني تقعدي مهنيه هذه هي ايوا جع ربي كيما قال لك يرحمنا برحمته والسلام. المهم خواتاتي انا غادي ننصب وراكم معايا. المهم
غادي نقلي اللحم. شوفوا الخضر الطعام باش يجيكم بنين اختي، قلوا. انا تعجبني التقليه تاع اللحم، تعطي بنه شابه ميم الدجاجه تجي بنه طوب. بصح الا ما قليتيش تجيك الماكله سانطه، ماشي كل شيء في الماكله تجيك سانطه بارد في بارد، مي كاين شي صوالح يبغوا تقليه وكاين شي صوالح لا. المهم نقلي اللحم ونرمي البصله الخضره تاعي راكم معايا. المهم غادي نقطع هذه ثاني طماطيشه قلعت لها لابو كما راكم تشوفوا، غنزيد نكملها هنا ونقطعها رقيقه. شوفوا كي حمرته غايه انا اللحم حتى طلق كاع ديك العصاره نتاعي. دوك شنو غادي ندير؟ غادي ندير البصله. المهم راه باينه كاع شنو نديرو، الطوماطيش ثاني هاي قطعتها، نزيد بعد الخضره ان شاء الله. ايا ولي زيبيس راني ديجا شاركت معكم شحال من خطره الطعام تاعي. المهم خواتاتي انا نكمل مع طعامي وغادي ندير بورطاب شويه تشارجا باسكو راه خاصه شويه لا باتري، ونعاود نولي لكم. غادي نعطيكم اونتي سير، الماسك تاع اونتي سير فريمون 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 طوب. راني بديت نجرب فيه صافي ان سيمين، والله العظيم جي غوماركي بلي راه بدا يولي لي هذوك لي سير كانوا عندي تعرفوا فرونسي بداو يولوا لي كلير غير بشويه. هي انا شفت لا غوسيت على وحده تركيه مترجمه لا فيديو وعجبتني وقلت حتى نجربها نقولها لخواتاتي. اما لا قلت لكم بديت نميز هذا الشيء بلي راه بدا يروح لي من درتها ان سيمين. هي قالت لك بوندون ان موا ما توليش تشوفي لي سيرن، مي ما تحبسيهاش اشاك كيما نقولوا كيما درك راني ندير شاك نوي، من بعد تولي ديري جوغ ابخي جوغ باش ما يعاودوش يخرجوا لك بزاف. المهم انا نكمل هنا ونعاود نشاركها معكم. المهم خواتاتي راني وليت لكم بعد ما كملت صوالحي رميت الحاله ضربتها بحال شاكم بواحد السيقه في كوزينتي في غاسها تفويته. هذيك هي غير كملت فطرت ولدي رحت درت له البان راه راقد غير نهضر بشويه. وليت ندير لكم هذيك لا روسيت اللي قلت لكم عليها تاع الاونتي سيرن او ميم طون. غير من هذه غندير وحده للوجه ماسك وحده الاونتي سيرن نوجدها تاع السيمانه باش كل يوم ندير باسكو كملت لي. المهم جيبي حبه بطاطا كبيره هي انا غسلتها ونقيتها غسلتها واني بديت نرابي فيها تتفكر في الفيديو قلت لنا نديرها لكم. غادي ترابيها صافي ترابيها تقلعي كاع العصاره منها دوك نرابيها نقلع لها العصاره نتاعها ونولي لكم. المهم هاي لا بعصر من عصرتها كيما راكم تشوفوها ولا الجي تاع البطاطا. دوك شنو غادي ندير؟ نزيد نصفي هذيك البطاطا اللي رابيتها رابوها في رقيقه باش بالخف تتصفى لكم وتعطيكم الماء بزاف من تصفوها في ديك الرقيقه، سينو اشيها في الاشواخ ومن بعد صفيها يا اختي. هاد الماء تاع البطاطا يصفي لاكو فريمون يصفي كاع، نعرفو ديك هذاك النشا اللي فيه مليح بزاف فوالا. مكانش كيما لي ماسك، انا توجور نقولها مكانش كيما حاجة ناتشوغيل خير من هذاك تاع الشيميك. انا جو بريفير هاكا، انا مالغري دي فوا نسخف ونشري كخيم ولا نشري لاباغ عندي لي كخيم وي كخيم دو جو كخيم دو نوي اونتي سيرن عندي مي ما نفعتنيش ما نكذبش قلتلكم والله تيبغي في تاتا شريتها 35 كورو فينالمون والله ما نفعني هما الفارماسيان سي با باغ فارماسي نقولو سي با كارونتي شريتها زعما فارماسيان معليش فينالمون ما صدقتش. مي هادي طوب تاع الطوب اون بليس غراتوي غير البطاطا اشتي سي نورمال فوالا. هوب انا حصرتها غاية كاع تشوفو فوالا. دونك شنو غادي ديري؟ انا هذا غادي نقسمها على زوج راه عندي بزاف باسكو درت بطاطا كبيره اكسبري باش ندير قلت لكم ماسك تاع فيزاج و ميم طون ندير اونتي سير. شنو غادي ندير؟ غادي نبارطاجيها ونولي معكم. هاني وليت لكم خواتاتي راكم تشوفوا ها هو الماء تاع البطاطا درت النص هنا وهنا النص. هذا غادي ندير فيه مايزينا، هذا تغسلي وجهك مليح عاد مليح كان ديري لا فابور نيطوايه بيان كلشي سينو معليش غير غسليه مليح ونشفيه وديري هذا الماسك فريمون طوب طوب طوب. وهذا ينجم يقعد لك حتى 3 جوغ في الفريغو ما عليه والو، تنجمي ديريه كل يوم ما غادي يضرك ما والو كونطخيغ يقلع لك لي طاش كيما نعرفو كاع المايزينا مليحه لافو. وما نهضروش على الماء تاع البطاطا هذا كاع وحده الماء تاع البطاطا واو واو واو. انا دروك هادو راني نحس بلي هاد الصوالح ينفعوا بصح شوفوا دايما داوموا عليها نتاعك زوج مشي تقولي نو صاي نهار يومين ثلاث ايام تكرهي يا اختي تبعيها شهر ديري كالندري كل يوم باري نهار باش تعرفي شحال درتي من يوم تتقفلي شهر من تقفلي شهر روحي ردي عليا شوفوا يلقيولي كي لاكريم كيما كتشوفوا وكل يوم تابليكي على وجهك
انا مازال خلطه مليح غير ملي غبنتني الكاميرا راني شدتها بيد. وهنا قلت لكم نديرو فيه هذا درنا فيه المايزينا هذا للوجه ولليسان. ديري حليب ولا بودغ تاع الحليب كيما كاين اللي عندهم لحظه كيما حنا بلادنا لحظه. كاين نيدو كاين هنايا في فرنسا هذا نيسلي. شديري رفدي هكا بسم الله وخلطي مع الماء تاع البطاطا. شوفي راكي ديري او ميم طون تخلطي 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 تتولي لك كي البومادا كيما ينكريم. المهم انا نبدا ندير ونخلط ومن بعد نوريكم النتيجه الاخيره. المهم خواتاتي انا درت هذوك لي ماسك تاعي ودرتهم في الفريجيدار باش يبردوا باسكو يداروا باردين على الوجه باش ينفعوك. اش غادي ندير؟ غادي نجيب هذا كالعاده اللي نغسل به فوالا. غادي نغسل به وجهي فوالا ونخليه خاطر هذا تنجم تخليه حتى كماسك خليه من بعد نقلعه نشوف وجهي عاد ونابليكي الانتيسان وداك الماسك تاع البطاطا. المهم نتمنى جاتكم لا فيديو اليوم خفيفه ظريفه على القلب كيف العاده واستفدتوا منها. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم وهراني في ليه. السلام عليكم.